هذا وتواصل والأطقم الطبية العاملة في الوحدات المتخصصة بكوفيد 19 مهامها ضمن جهود المنظومة الصحية لمواجهة الجائحة بعد 4 أشهر من حالة الاستنفار التي تعيشها البنيات الصحية المخصصة للمصابين بهذا الفيروس. تأمل الأطقم الطبية كما الجميع بطبيعة الحال تأمل في انحسار عدد الإصابات في أقرب وقت. للمزيد عن الوضع الوبائي وظروف اشتغال العاملين في مواجهة الجائحة في القطاع الصحي العام ينضم إلينا الدكتور المنتظر العلوي الكاتب العام للوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. أهلا بكم دكتور منتظر العلوي. مساء الخير، شكرا للدعوة. ألف مرحبا. هل فاجأكم هذا الارتفاع الأخير في عدد المصابين بفيروس كورونا؟ نعم، مساء الخير مرة أخرى ولكل أطياف الشعب المغربي العزيز ومتتبعي قناتكم المفضلة ميديا أن تي في. عنصر المفاجأة متوفر في هذه الأرقام الأخيرة، يعني بعد أن تقرر يعني رفع الحجر الصحي وتقرر يعني حصر نقاط العلاج في نقطتي سيدي سليمان وبن سليمان وبن قرير، للأسف تفاجأنا ببؤر يعني فيها يعني شكلت عشرات بل مئات يوميا، وهذا عنصر مفاجأة أكيد، يعني ربما كما كنقولوا يعني يدك كل ما عملته الأطقم في هذه الأشهر الأخيرة حتى أننا أخذنا قرار ديال رفع الحجر. للأسف يعني إلى حد ما يعني كانت هذه بؤر في يعني صناعية مهنية ربما كتفسر بطريقة معقلنا على أساس أننا رفعنا من وتيرة التحليلات، لكن يعني مازال كتشكل واحد عنصر مفاجأة أكيد وكترسم واحد كثير من عدد من يعني علامات الاستفهام. لحد الآن مازال الإجابة عليها خاصة يعني متدخلين اللي نقوم ب نعم. طيب على ماذا يدل لنقول استمرار ظهور هذه البؤر بهذه الأعداد من الإصابات؟ نعم، يفسر بشيء وأن على الصعيد الوطني هذه الأرقام أن المخالطين فيهم عدد كبير، يعني 98% تقريبا 92% من المخالطين هم اللي كيكونوا حاملين الفيروس، وهذا شيء بديهي على أنه التحليلات كذلك رفعنا من الوتيرة ديالها الحمد لله في الآونة الأخيرة ولات إلى حدود 20,000 تحليلة في اليوم، حتى 22 البارح أو قبل يعني والبارح ربما كانت 16,000، دونك بالآلاف وفي وسط المخالطين، وبالتالي بديهي أن الأرقام ديال حاملي الفيروس تكون مرتفعة. ربما شيء ما خصناش نتخلعوا منه باش ما نرجعوش إلى الوراء، لأن خصنا نكونوا عندنا العزم قوي، لكن يعني خصنا نردوا البال للوسائل الوقاية للتأكيد، لأن وقع هناك نوع من التراخي ومن يعني من الاستهتار، ربما الناس قنطات وكذا، ولكن وكيشوفوا ربما بأن علامات الخطورة غير متوفرة في الحالة المغربية يمكن الاستثنائية، لأنه عدد الوفيات يمكن 235 إلى حدود اليوم، لكن راه الله يرحمهم راهم عزاز علينا جميعا، هاد الناس راه ماشي لابد خصنا نسجلوا بالآلاف باش عاد نتراجعوا، وبالتالي الناس ربما حسوا بواحد الارتخاء، ولكن هنا تحفيزات خاصنا نقوموا بها ونزيدوا يعني اجتهاد على اساس تكون وسائل الوقايه الفرديه والجماعيه متوفره من كمامات من التباعد الانساني الى غير ذلك، وخاصه في البؤر المهنيه الصناعيه الفلاحيه وحتى العائليه، بعض العائلات الكبيره سجلت ارقام مرتفعه. نعم. طيب دكتور المنتظر العلوي، ما هي الرساله التي ينبغي على المواطنين اليوم أن يستنتجوها من استمرار ظهور حالات وبؤر متفرقة وفيها إصابات بالمئات؟ نعم، كما قلت بعد ما تم القرار رفع الحجر بالتدريج ويعني حصر يعني بن سليمان وبن قرير للمعالجة وباش ترجع المستشفيات إلى سابق عهدها وأنشطتها لاستقبال المواطنين اللي كيحملوا الأمراض المزمنة إلى غير ذلك، طول المواعيد لأنه كان تقريبا توقيف هذه الأنشطة. للأسف ربما غادي يرجعوا لنقطة الصفر، ربما راه بدات غنرجعوا للمستشفيات تعود إلى سابق يعني أنها تكون مخصصة ب 90% 85% إلى الكوفيد. داك الشيء باش البؤرة مثلا ديال الميمونة في إقليم جهة الرباط سلاق قنيطرة دارت مئات ديال التسجيل هذا، وبالتالي
زادوا نقطة أخرى اللي هي ديان سيدي يحيى، وتزادت مؤخرا مثلا على مستوى جهة طنجة، كذلك يعني مستشفى ميداني إلى غير ذلك، ربما المستشفيات غتراجع على هذا القرار. اللي بغيت نقول هو أنه علينا أن نعلم بأن الفيروس راه متواجد بيناتنا، وربما خصنا نتخذوا القرار الصائب والشجاع على أننا نتعايشوا معاه بالحيلة، نتعايشوا معاه بالحيلة، هو لا يرى بالعين المجردة لكن نحسه ونتحسسه من طرف يعني عن طريق يعني الإحصائيات والتتبع الوبائي اللي كتقوم به مشكورة الأطقم الطبية يعني الصحية على مستوى وزارة الصحة. فالمتدخلين كلهم مشكورين بهذه المناسبة. اللي خصنا نتعايشوا مع الفيروس يعني خصنا نزيدوا ندعموا نلتزموا بالوقاية الفردية والجماعية لا وسط العائلات ولا وسط التجمعات المهنية، خاصة اللي دابا دارت شكلات هذه البؤر الأخيرة في هذه الأونة الأخيرة، حتى كانت مناطق ما كتسجل حتى شي أرقام ولات كتسجل بالعشرات للأسف، من الجنوب اسافي كذلك جهه طنجه يعني منطقه ديال العيون او الجهه ديالها. ولكن اذا هذه الا بغيت نعرج على هذه الوسائل الوقايه راه خصنا نزيدوا نتحكموا باش نخرجوا من عنق الزجاجه. احنا وصلنا لعنق الزجاجه ومازال ما قدرناش نخرجوا، وبالتالي خصنا نزيدوا نركزوا على مثلا الكمامات او القناع الوجه ونستعملوه من اللي غادي نكونوا حسينا باننا قربنا من الناس اخرين. الانسان الا كان بوحده ما كاينش مشكل، ولكن غير يقرب بينا غيتلاقى بالناس خصو يستعمل الكمامه من الافضل. والتباعد الانساني على الاقل متر، وكل ما كان التباعد اكثر راه الصوت كيوصل، كل ما كان التباعد اكثر فاحسن. وبالنسبه للقاعات الرياضيه مثلا حتى الا كانت خصها تفتح كخص التباعد ديال يعني يكون 1.4 متر مربع ديال كل بالنسبه لكل رياضي حتى ل 6 متر مربع، والدخول نفس النصف ديال لا كاباسيتي ديالها زعما القدره الاستيعابيه ديالها. نعم القدره الاستيعابيه كما وقع بالنسبه للمقاهي الى غير ذلك. وهنا ربما بعض مثلا مدينه فاس لا زالت القاعات الرياضيه لم تفتح، مثلا الحمامات الى غير ذلك كانت يعني، ولكن يعني كذلك استعمال المجفاف يعني في الدخول ديال مثلا الشركات، المجفاف اللي فيه مثلا المعقمات من مثلا جافيل، ماء جافيل الى غير ذلك، او المعقمات الكحوليه الا كان بعيد على الماء. وغير الماء والصابون راه كافي، كل مره حسينا باننا يدي نقصناهم في شي اماكن اللي زعما تقدر تكون متسخه فنغسلوا بالماء والصابون الا كان متوفر. المهنيين كما كنقول هذه من باب يعني النصائح، المهنيين والتجمعات المهنيه الصناعيه اللي شكلت هذه البؤر خاصهم يزيدوا يعني يجتهدوا في فرض هذه الشروط. وانا كنظن هنا مثلا كانت واحد المراسله ديال نقابتنا لوزاره الصحه لدعم مثلا يعني تخصص طب الشغل، يعني خصهم يجندوا المصالح ديال الطبيه ديال الوقائيه بالنسبه لهذه الشركات، لانه ضروري. وحنا في الجائحه دابا وقفنا على هذا الامر هذا، دونك يعني كاين بزاف ديال الاجراءات خصهم يتخذوها ويوقفوا عليها فيما يخص التباعد، فيما يخص نعم ضروري. من وجهه نظركم دكتور منتظر العلوي، هل لا يزال الوضع الوبائي متحكما فيه بالرغم من تسجيل بؤر مهنيه كبيره من حين لاخر؟ نعم اقول بان اظن انه متحكم فيه. نعم هذه الارقام يعني بالنظر الى انه لم يقع لنا ما الحمد لله ما وقع لبعض الدول في جوار جغرافي بلادنا في الجوار المتوسطي، كانت الوفيات بالمئات، وكانت يعني المصالح ديال الانعاش كانت مكتظه عن اخرها واكثر. الحمد لله احنا ما وصلناش لهذه المرحله، انه حتى الحالات الخطيره حاليا ربما تشكل كاين شي اقل من 20 تقريبا، حوالي 20 17 او 18 المهم 20. الوفيات الله يرحمهم راهم معزاز علينا ماشي يعني، ولكن يعني انه مصالح الانعاش مازال القدره ديالها مازال محافظين عليها. لكن مثلا الحاله حاليا كاين تقريبا ما يفوت 4200 او اكثر من الحالات النشيطه اللي معناه زعما محتاجين انها تكون تتولى امرها في وسط يعني المستشفيات ولا المستشفيات الميدانيه او المركبات يعني المركبات الجامعيه الى غير ذلك. وبالتالي كاين فيها استنزاف بالنسبه للطاقات ديالنا. حنايا الطاقات ديالنا في احسن الحالات يمكن المستشفيات كانت على في احسن الحالات غتكون في حدود ما بين 5000 الى 6000، يعني احنا كنقربوا لهذا الرقم. لكن يعني ما يثلج الصدر لحد الان هذه يعني تقريبا واحد 98% من الحالات الحامله للفيروس لا تحمل اعراضا، ما مريضاش حامله للفيروس لكن لا تحمل اعراض المرض، وهذا بفضل من الله مزيان، لكن ما عرفناش الحاله واش تقدر تغير. ورغم الصيف وجاء ارتفاع الحراره
يعني ربما في صالحنا، لكن لحد الان كنلاحظوا هذه الامور. يعني البعض يقولون بان الحراره ما قضت والو لهذا الفيروس. ما قضت والو لهذا الفيروس، لكن ربما جات مع رفع الحجر الصحي، ربما كنا متعطشين للرجوع الى الحياه المهنيه والصناعيه الى غير ذلك، كانت ضروره يعني وطنيه، لكن خصنا نخدموا الضروره ديال الوقايه وما نترخاوش، لان الناس حسوا واحد النوع من الارتخاء وما بقاوش كيخافوا، لكن نعرفوا بان الفيروس راه معانا وحوالينا، خصنا نديروا الوقايه معاه ولكن بطريقه ذكيه باش نستمروا في الاقتصاد ديالنا والانشطه كلها هي، ولكن ما يدي منا والو يعني اكيد. اذا الوضع متحكم فيه لحد الان، لكن حنا كما قلت حنا في عنق الزجاجه، ما خصناش نفالتو، رحنا بين وبين لحد الان متحكم فيه، لكن انا كنقول للناس التزموا التزموا التزموا، لان حتى هذا الربع 4200 اللي كاينه حاليا من الحالات النشطه راه كتستنزف الطاقات ويعني والمجهودات نتاع الاطقم والمستشفيات.